طبعا شخصيات من الشاعرات والمبدعات والشعراء من صديقاتنا الكثيرات في الندوة، وانا امل ان انا اقدمهم كلهم تقديم نسعى فيه. لكن اسمحوا لي ان الشخصيات اللي بتيجي اول مره ولم نسمعها ابدا ان احنا بنقدمها من الاول، واول واحده جت الندوة معايا وانا مهنة الشاعره الهام علي عيسى، هي لاول مره تاتي الى ندوتي. طبعا لدي شغف ورغبة في ان اسمع هذه الشاعرة لانها اول مرة تأتي الينا، فالشغف والمعرفة ما تحمله الشعر، فنرجو ان نستمع اليها وان شاء الله جديدا في ندوتنا. اهلا وسهلا. أستاذة إلهام، أنا اللي دعيتها يا دكتورة. إلهام علي صديقة لي وأنا اللي دعيتها للندوة. يا أهلا وسهلا، وأنا مرحب بها وبك. الله يسلمك. عشان عيسى ها؟ أنت في ابن الندوة معانا دايما. طبعا. هي أول مرة تيجي والتبخيرة منك. ماما. اتفضل. دكتور. إلهام علي عيسى. دكتور. أنا بقول علي عيسى. فيها تاني بقى. منكم كان أول عنوان ليا كان اسمه نغم الروح، هو عبارة عن كانت مشاعر كنت دايما أحب أكتب، وكان زوجي يمنعني من الكتابة والمندوب، فكنت بكتب وبكتب كتابة لحد ما توفى. بعد ما توفى بأربع خمس سنين طلعت كل بقى في الهرب يا عم. فأصدقت الحمد لله بفضل الله 9 دواوين منها، عشان ما تجيبلكوش حاجة حزينة، ما كنت ناوية أقول حاجة حزينة، بس بعد كده مش هقول هقول حاجة عن الحب. اسمها القصيدة تلومني الدنيا، تلومني الدنيا إن أنا ذكرت اسمكم، ويحكوا عني إن كتبت شعرا بحبكم، كأن انشغالي بحبكم منكر، ولو عرفوا ما في القلب نحوكم لأنصفوني وما ناموا القلب في حبكم، ولو كابلوا مثلي لأيقنوا أنني معذورة بشغفكم، علم الله كم طال مشوار انتظاري من حيكم، وكم تمنيت أن أستريح بقربكم، وقد عانيت من غيابكم، فاخترق نهاري بليلي بانتظار لقائكم، وقد هجرني الفرح حين فارقكم، ومزقني الشوق بانتظار طيفكم، حتى عصفوري الدوري قد جاء يبحث عنكم، حين سمعني أشدو بحبكم، وقد طفت كلماتي في بطون، وقد طفت كلماتي في بطون هواكم، وجاءت من نوارس تعلن بالقلب بقاؤكم، فكيف لا اكتب على شواطئ رمالكم حروفا اتسقت حروفا اتسقت حروفا اتسقت بشرايين قلبي باسمكم، ونبض القلب قد انتشر بحيكم، فيا من تطيب الروح بنور محياكم، ويصبح الخريف ربيعا وتطيب الحياة بلمساتكم، فيا من تمنيت أن أقوم بترجيع حواسكم، وما ذاك سوى ليحتضن دقات قلبكم، فيا قاسي القلب لما لم تعد تسمعني، مهما حنيني ندمتم، وما أفعل وأنا أراك مزاد حبكم، وقد أضيع حياة ما ساعات هواكم، وأنا أرى بطول هذا
أنصركم يا رب فمهما اشتقت لكم وأتبعتها بنظرة عين واشية أذكركم بمحبتكم فيا من أذهبت القلب كيف سأنتزعكم وكيف ينتزع سهم المحب والقلب منزلك يعني